عمل لليوم صباح الخير. هيدي الفقرة موجهة لكل شخص عم يدور على شغل. أول فرصة وصلت على إيميل البرنامج لصبية للعمل كجرافيك ديزاينر بشركة بجبل لبنان مع خبرة 3 سنين بالفوتوشوب والتصوير والسكن بين الدورة وجونة، بالإضافة لصبية للعمل بنفس المنصب لكن تريني. لإرسال السي في الإيميل career.hr.lb@gmail.com. منروح على نبطية حيث مطلوب محاسبة مع خبرة عالية ولغة إنجليزية، للتواصل 7111140019. أما بالدكوالة مطلوب صبية للعمل كأسيستنت مانجر بشركة، تفاصيل أكثر على 7172777. فرص جديدة ببيروت لمصورين مع خبرة ببرامج المونتاج ومصممي مواقع ومبرمجين ومتخصص بالتسويق الإلكتروني. لإرسال السي في الإيميل beirut24.cv@gmail.com. وبجديدة مطلوب زومبا انستراكتور للعمل بجيم، لإرسال السي في الإيميل gympowerlab@gmail.com. ننتقل لفرصة عمل جديدة لشيف مطبخ أوروبي ولبناني للعمل بأرمينيا. تقدروا تتواصلوا عبر واتساب على 00374333-334-15. أما بالغازية مطلوب لصالون صبية للعناية بالشعر وصبية للعناية بالأظافر مع خبرة بالمجال. تقدروا تتواصلوا على 03-177-821. الفرصة الأخيرة لليوم كمان وصلت على إيميل البرنامج لصائق لعائلة من سكان النبطية. للاتصال 03-746-593. بالأخير بدي أذكركم بالإيميل الخاص ببرنامجنا يلي هو صباح اليوم @الجديد.tv. تقدروا تراسلونا إذا عندكم فرصة عمل حابين أذكرها ومن دون مقابل. هذا كان كل شيء من سوق العمل لليوم، وعودة لكم.